بي دي سودانية 24. أهلا وسهلا بكم إلى سهرة منتصف الليل، معكم فيها محمد عثمان. شهد المهندس، محمد. هلا بيك. ذكر زمان لما كنا صغار نلبس فساتين مفرورة كده وبتاع هناك، وكان الليلة خاشة في الدار ده. عشان كده انت الليلة وشايف في قاعدة في الاستوديو مع الأطفال من قبل، يعني مبسوطة شديد معه. والله يعني مبسوطة بجد بجد، وأجواءهم حيوية كده، تحس الاستوديو فيه حياة مما دخلنا. رجعوك 32 سنة لورا كده، مش كده؟ انت متأكد من 32 سنة دي يا محمد؟ اه؟ خلاص ما تزعلي، 30 طيب ولا يهمك، 35 عشان خاطرك انت بس. بداية اسبوع موفق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وتحياتنا لكل الناس اللي بتابعونا الان على قناة سودانية 24، بنحييكم. ودي سهرة منتصف الليل، زي ما عودناكم انه دائما عندنا موضوعات مختلفة ومتنوعة، ودائما ما نحاول بان نكون اكثر قربا الى مشاهد شاشة سودانية 24. الليلة سهرة مميزة جدا. الليلة ما خلينا شافع حاين كده الا وقاعدين في الاستوديو، ما شاء الله تبارك الله. بالضبط كده. عهد بتضحك كمان، ازيك يا عهد؟ هاي كلهم قاعدين يضحكوا، وحقيقي هم من غير ما يضحكوا يا محمد قاعدين يدخلوا الابتسامه. يعني انا ما بعرف، تخيل اول ما تشوف شافع كده من غير ما يتكلم، حتى لو ما تكلم معك، انت بتقوم تبتسم. اذا انت قاعد في اي حته واذا في اي موقف ممكن يكون حاصل لك، بمجرد ما يجي زول صغير كده داخل بتبتسم، فما بالك لما الزول الصغير ده يجي داخل ويدهشك. صح. احنا قبالك قبل الحلقه قعدت انا مع الشباب ديل، والحقيقي انا اول مره الاقيهم يعني لحد ما نحن داخلين على اللايف انا في حاله بتاعت ادهاش غير طبيعيه. من تفكيرهم، من طريقه كلامهم، من احلامهم الكبيره. يا سلام. الحلقه بعنوان احلام كبيره. معانا مجموعه من الاطفال هم مدهشين بحق وحقيقه. كل واحد فيهم بيحمل في قلبه وفي عقله أحلام كبيرة جدا. نعم. ليه هو ولبلده، حنتفاجأ بيهم وأنا متأكد. يعني واحد فيهم قبل شوية قبل ما ندخل على الهواء وهو بسلم علينا كده قال شهد زيك كيفك، حسابك يتهكر انت بتاع الفيسبوك يعني. بالضبط كده. اي عرفت منه يعني انه كان في محاولة لتهكير حسابي، لتهكير حسابي في الفيسبوك. وغايته يعني هو حيكون الجندي المدافع عني في موضوع التهكير ده، وحيحاول انه حسابي ما يتهكر. يا سلام. طيب خلونا نرحب بهم، وخلينا نرحب بالشاب منذر. نعم. منذر واحد من الشباب المميزين اللي حيكون مدهش في الحلقه دي. زيك منذر. يا منذر، كيفك؟ كيف احوالك؟ الحمد لله. تمام. تفضل. كيف صحتك منذر محمد عبد الرحمن؟ كيف احوالك؟ الحمد لله تمام. التمام بخير الحمد لله. متوتر ولا حاجه؟ شوفي كده، شوفي كده، ما هي متوتر يا ما متوتر. ابتسامة الشهد زحت كل حاجة. آه؟ ابتسامة الشهد زحت كل حاجة. ابتسامة الشهد روحت كل حاجة. فخامتك برضو. آه؟ فخامتك. يا سلام يا أخي، أنت الفخيم يا أخي، أنت الفخيم يعني. شفت؟ طيب أنا بس دار أقول لك بعدين بالراحة، والراحة علينا كويس. كويس. بالراحة. حبة حبة ما بنقدر نستحمل. وبعدين بكتب شعر وبيعمل حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، وناشط في السوشيال ميديا وما شاء الله عليك يعني. حنستمتع بالسهرة معاك يا منذر. شكرا لك. إن شاء الله. حنستمتع برضو بسهرة يا منذر مع هودة. عهد. زيك يا عهد. عهد خالد. زيك. محمد الأمين. كويسة. كيفك يا عهد؟ تمام. سلمي كمان على الناس. أيوه. عهد دي بالمناسبة يعني أحرزت مرتبة متقدمة جدا في تحدي القراءة العربي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الشابة دي هي رئيسة ما يسمى ببرلمان الأطفال. رئيسة برلمان. تمام سعادتك. تمام سعادتك. احنا سعيدين انك انت الليلة معنا. والليلة حنتكلم في قضايا كثيرة جدا بتهم الأطفال كمان. ان شاء الله. جاهزة انت؟ جاهزة. تمام. ثالث ضيف معانا طه. طه. طه عثمان. طه عثمان. ما شاء الله. يا سلام عليك يا طه. زيك؟ تمام. طه عثمان. طه. طه. كيفك يا طه؟ تمام. تمام. تفضل يا اخي منورنا. رمضان كريم. الله أكرم. كل سنة طيبين. وانت طيب. طيب إن شاء الله. شنو الأناقة دي والجاكيت الرهيب ده والتيشيرت ده اللي جبته مخصوص للحلقة ولا أصلا الجاكيت ده؟ والله جبته مخصوص للحلقة يا أخي. ما قصرت معك والله يا أخي. أنت بالمناسبة أنت ود فنان ولبيس وقاشر كده الليلة، ما شاء الله عليك يعني. خالص. طه بالمناسبة برضو واحد من الناس اللي أحرزوا مرتبة متقدمة جدا
في تحدي القراءة العربي اللي كان تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، وانت احرزت فيه مرتبة متقدمة وعندك جوانب مهمة جدا نحن دارين نتعرف عليها ان شاء الله في الحلقة دي. أيوه. جاهز يا طه؟ جاهز. مستعد؟ مستعد بالبدلة والقشرة اللي انت فيها دي الليلة. شكرا. شكرا. طيب خلونا نطلع لتقرير بيفصح بعضا من ملامح هذه الحلقة، وعندنا مفاجأة. الشباب القاعدين ورا الكاميرات دي فرقة جميلة جدا، هم تقريبا لأول مرة يطل على شاشة تلفزيونية وفي سودانية 24 وفي رمضان. كيفكم يا شباب؟ حنجي نوري الناس انتوا بتعملوا شنو، لكن بعد ما نشوف التقرير ده. تمام؟ يلا. سلام عليكم. يا سلام يا
حلوين. فرقة أولاد الخال للغناء الشعبي. للغناء الشعبي. ما في أحلى منك. وكمان أوريك. كمان أزيد لك من الشعر بيت. أنا قعدت معهم قبل الحلقة. ويلا لحظة الاختبار الحقيقية جات. في إنه أنا أتذكر أسامي كل واحد فيهم. القاعد هناك ده ده تويتي. طيب. معتز صح؟ معتز. معتز؟ تويتي منو هو معتز ولا منو؟ مؤيد. مؤيد. تويتي. ده عبدو عبد الرحيم. تبوش. تبوش ده اللي هو القاعد هناك ده. تبوش مسيطر انت. تبوش مسيطر. تبوش لما انا جيت بالمناسبة عشان اشوفهم. قام قال لي بالمناسبة انا المدير الاعمال. ده هو تبوش؟ ده هو تبوش. انت تبوش مدير الاعمال؟ طيب. هناك داك طوالي احمد. احمد. صح؟ احمد. ده محي صح؟ يا اخو الله العظيم انا خطيرة. ده معتز. صح؟ انت معتز. وده محمد وجنبه ده محمد المجتبى الشبلي. محمد المجتبى الشبلي هو الفنان. هو الفنان. الغنى الجميل. أيوة. بعدين حافظ أغاني كثيرة جدا محمد المجتبى. أيوة. شكرا لكم انتم شباب حلوين جدا. وبعد شوية حنقعد نتونس معاكم بعد شوية في الغنى اللي انتم بتغنوه ده والأداء الجميل اللي انتم بتأدوا به ده. شكرا لكم يا شباب. رأيكم شنو تذكرت الأسامي؟ طيب نبدأ بمنو؟ نبدأ بطاها. نبدأ بطاها. زيك يا طاها؟ تمام الحمد لله. كيف الأحوال؟ تمام. ورينا أنت بتعمل شنو وفي تحدي القراءة العربي أنت وصلت وين يا تو مرحلة؟ هو في تحدي القراءة العربي أنا جبت الفكرة للمدرسة. أيوة. لكن أخذت الفكرة من التلفزيون. هو كان في أغاني في التلفزيون عن تحدي القراءة فسألت أمي قلت لها التحدي ده في يا تو مدرسة؟ قالت لي في كل المدارس. فقمت عرفت انه في كل المدارس وقلت احاول ثقافه المدرسه وثقافتي لي حياه جديده. فقامت المدرسه فرحت اني قدمت لهم. يا سلام. واقع جديد. ايوه. فهم استفادوا من الكتابه والقراءه والحاجات. يعني انت مشيت اقترحت للمدرسه انه هي مفروض تشارك في تحدي القراءه العربي يعني ودي مسابقه عالميه يعني مش كده؟ ايوه. طيب كلمت منو مدير المدرسه انت؟ ايوه مدير المدرسة. هو مدير المدرسة فهم المدرسة كلها. المدرسة وافقت لأنه هم دارين يتعلموا عن ثقافات أكثر. في سنة كم يا طه عندك؟ 13 رابعة. لك ده أنا ما سمحتك. أنت قلتها بالراحة شديد. في سنة كم؟ ثالثة ماشي رابعة. في سنة كم؟ أنا في ثالثة ماشي رابعة. طيب في تحدي القراءة العربي قريت كم كتاب؟ قريت أكثر من 50 كتاب. أكثر من 50 كتاب؟ أيوة. في فترة زمنية كم يا طه؟ هما في يوم واحد طبعا. قريتهم في كم من الخمسين كتاب؟ لكن ما في أسبوع كامل. أقل من أسبوع. طيب. أقل من أسبوع قريت 50 كتاب. 50 كتاب. أيوة. بسم الله. وأنت في ثالثة ماشي رابعة. أيوة. لكن في حاجات كده وترت شوية لأنه أنا في مبادرة صناعة الأفلام. كان علي ان اكتب السيناريو. ايوه. والسيناريو كثير ف يعني انت برضه سيناريست بالمناسبه. ايوه. بتكتب سيناريو لافلام. أيوة. وشاركت في مبادره صناعه السينما مش كده؟ ايوه. يا اخي انت ود فنان. فنان فنان شديد. شكرا. شكرا جزيلا. طيب الكاميرا المنوره قدامك دي اقرا مكتوب فيها كاميرا رقم واحد صح؟ أيوة. كاميرا واحد. يلا. نعم. الكاميرا بتاعتك دي هي الكاميرا بتاعتك. عندنا محطة بعد شوية حنشوفها. يلا قدمها انت ذاتك. على الكاميرا هنا. على الكاميرا هنا. يلا نتابع. قول معانا نتابع المحطة الجاية. معاي انا نتابع المحطة الجاية مع معاي. طيب يلا خلونا نشوف يا شباب. يا سلام طه. ما رايك شنو في الفيديو شفناه عنك ده؟ هو الفيديو ده هو قصة. أيوة. قصة كده متنوعة. هو أنا عشان أمي كانت مسافرة عشان كده ما اضطريت أمشي مصر وتابع الحاجات عشان كده فعملوا مننا قصة. أيوة. فقمنا عرفنا بها الكتابة والكتابة هي بتفيد شنو والقراءة هي بتفيد شنو وكنا برضو بنلخص الكتب. نحن لما كنا في تانية طبعا المكتبات ما كانت للكبار بس. أيوة. فلما صرنا في ثالثة تعلمنا حاجات كثيرة من المكتبات وبرضو كان بيدونا كتب نقرأها ونرجعها.
انت اصلا يا طه بتقعد بتحب تقعد تقرا الكتب؟ ايوه. يعني الحاجه دي انت بتستمتع بيها. اول كتاب قريته متذكره؟ اول كتاب ايوه كان اسمه شنو؟ كان اسمه صغار الحيوانات. ايوه. هو كمان بيفيدني كثير اني اعرف ثقافات كثير عن الحيوانات. ده اول كتاب انت قريته. وحسي بعد الخمسين كتاب اللي انت قريتهم في تحدي القراءة دي اكتر كتاب عجبك شنو؟ اكتر كتاب هو نفس الكتاب لانه الكتاب ده انا عجبني شديد. الكتاب بتاع صغار الحيوانات. صغار الحيوانات. بتحب الحاجات دي انت؟ بتحب الحيوانات عموما؟ ايوه. يا سلام عليك يا طه. طه نحن مبسوطين انك انت الليلة معانا. شكرا. انت ود فنان وراقي كمان. نمشي لي عهد. زيك يا عهد. اهلين. عهد دي بالمناسبة يعني لما انا عرفتها برضو في ختام مهرجان تحدي القراءة العربي مش كده؟ وانت حرزت الجائزة الاولى على مستوى السودان. الاولى. واخذت جائزة كبيرة جدا. $10,000. عارفة حجم المبلغ ده انت؟ لكن انا ما بهم المبلغ. يا سلام عليك. انا همني اني شاركت ويعني سافرت الامارات؟ ايوه. سافرتي؟ ايوه. طيب خلونا نعرف عهد. مالك خفت كده؟ ما خفت بالعكس حماس يعني. حماس شديد. يلا بنفس الحماس اللي فيه عهد ده خلونا نشوف الفيديو ده اللي بعرفنا بعهد حاصل على المركز الاول في تحدي القراءة العربي. يا سلام. يا سلام. اول حاجه انا عايزه اقول لك انك انت ما وجه بس مشرف للسودان. يعني انا ما عارفه اقول لك ما عندي كلمات حسي عهد ممكن توصف قدر شنو. انا اتبسطت لما شفت الفيديو ده قدر شنو انه في ناس ممكن تكون في سنها كبيره لكن ما وصلت حتى نص الطريقه اللي انت تكلمتي بها باللغه العربيه الفصحى وبصياغه الكلمات الجميله اللي انت صغتيها ومن غير اي مساعده بل بالعكس كنت طبيعيه جدا جدا. وانا تخيل لي انك انت اديتي من خلال الفيديو القصير ده درس لكثير من الناس يعني حلو. يعني الناس من خلال الفيديو ده تعلمت منك يا عاد. احنا مبسوطين الليله اول حاجه انك انت معانا. انا اكثر. والطرحه واللبسه ومنوره كده على الخجله. عهدي انت قريتي كم كتاب في تحدي القراءة؟ ضمن المسابقة كده يعني جوا المسابقة في العام ده والعام الفات 100 كتاب. 100 كتاب. من السنة الفاتت لهسه. ايوه. قارية 100 كتاب. انت اصلا في سنة كم؟ انا ماشية تامن. ماشية تامن. طيب من وين تعرفتي اصلا بالمسابقة وكيف شاركتي فيها؟ والله المسابقة انا في البداية كان شفتها بالتلفزيون. تاني جاتنا الاستاذة بتاعت اللغة العربية مشرف المكتبة في المدرسة قال لنا انه في مسابقة اللي هو قايم بها محمد بن راشد سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم واللي هي ورتنا انه نحن حنقرا 50 كتاب وحنلخصهم في كتيبات صغيرة اسمها الجوازات والملخص اسمه تأشيرة. فيلا حتجرى تصفيات على مستوى المدارس على مستوى القطاعات على مستوى السودان على مستوى الدول يعني بعدك على مستوى الدول العربية. فأنا عجبتني الفكر شديد بتحمست لها ف يعني الحمد لله بالنسبة لي فخر كبير يعني نعمة كبيرة إني اشتركت في تحدي القراءة. يا سلام. يا سلام. بعد ما شاركتي وأنت جيت الأولى والناس فرحت شديد وأنا كنت حاضر الحفلة الختامية مش كده؟ حتى قلتي قصيدة كده تتذكري؟ أيوه. قلتي شنو كان؟ والله ما مستحضر كده لكن بقيت تنسي. تقريبا شكرا لكم. طيب القصيدة دي هي مجالات به قريحة دي زي ما بيقولوا لهالي كل يعني من وضع في نبذرة صغيرة بدأ يعني منذ نعمة أظافر أمي وأبوي مراحل التعليمية. ما أطول عليكم لكن أقول لكم منذ نعمة أظافرك أنت هسي عمرك كم أنت هسي؟ ما يعني ما كنت صغيرة لسه أظافرك لسه ناعمة يا أظافرك يعني بتخليني نتفلسف حبة كده قالت منذ نعومة أظافري. طيب. يلا شكرا لكم. شكرا لكم بل ألف شكر وثناء غايتي ممزوجة بالصفاء حب ترسب في دمي فضل إليكم ينتمي كنت طفلا إلى التعليم افتغر قلبا من الجهل بالدمع انهمر لا يدري حتى ماذا يقول كيف الحلول علمتموني العلم في ذاته ورستموني الخير وعاداته
فشكرا لكم يا من تلألأتم في سمايا وكنتم نبراسا في دنايا. يا السلام عليك يا شكرا سلام. لك انت يا منو الكتب كتبتها؟ كتبتيها انت؟ بسم الله ما شاء الله. تكتبي شعر كمان منذ نعومة أظافرك؟ منذ نعومة أظافرك كانت بتكتب منذ نعومة أظافرك. يا 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 محمد عهد هسي يعني مشت كثير في الحياة. هي قرأت 100 كتاب وشاركت في تحدي القراءة ورئيسة برلمان الأطفال. لا حق إنها هي تقول منذ نعومة أظافرك يعني. خطط مشاوير كثيرة كده يعني. موضوع رئاسة برلمان الأطفال ده أنا عايزاك تكلميني عنه. كلمت من يا ناحية. من الناحية بتاعت الفكرة ذاتها بتاعت رئاسة برلمان الأطفال وكيف أنت ذاتك بقيت رئيسة البرلمان؟ طبعا جامعة الدول العربية مهتمة بتكوين يعني شخصية الطفل العربي لأنه هو بعدين في الوقت الجاي حيكون يعني احتمال يكون قائد للأمة دي أو عالم أو يعني أدبي أو أي حاجة. فبرلمان الطفل بالنسبة لي تجربة حلوة شديد. كانت بداية بتكوين مكتب تنفيذي في كل ولاية اللي هو أنا رأست ولاية الخرطوم. مشيت مثلت الولاية بتاعتي هو في كل ولاية السودان. فأيام الدورة المدرسية اللي هي كانت في النيل الأبيض كان قلنا عملنا مكتب تنفيذي للبرلمان كله. فكان رشحوا الرؤساء عبر التصويت. فأكثر زور أحرز على عدد أصوات من ناحية يعني الشجاعة الثقة بالنفس التفكير الوعي كده يعني اهتمامه بقضايا الأطفال. فالحمد لله عينون رئيسة. يا سلام يبقى انت معول عليك كثير جدا مش كده؟ اتكلم معك كلام فلسفة شوية والله مطبالك حبة كده. طيب انت الآن بتمثل الأطفال وانت الآن رئيسة برلمان الأطفال يعني عندك قضايا كثيرة جدا انت مفترض تعالجيها ومشاكل بتاعة أطفال مفترض انت تحليها والبرلمان يناقش مشاكل كبيرة جدا للأطفال. جاهزة انت للحاجة دي؟ هلا ان شاء الله. أهل لذلك. أهل لذلك. أنا بشهد للسادة المشاهدين أنها هي أهل لذلك. ان شاء الله. أنت أهل لهذه المهمة يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. منذر. أهلين. كيفك؟ تمام. رمضان كريم. الله أكرم. كيف أحوالك؟ تمام. الحمد لله بخير. أحوالك كده منورنا الليلة. منوركم والله. أمورك كلها تمام؟ الحمد لله مشافتكم. يا سلام شفت بشافتكم دي؟ قلت لك أنا قبيل قلت لك بالراحة بالراحة علينا صح؟ قلت لك بالراحة بالراحة علينا. كيف أحوالك يا منذر؟ بخير والله. منذر أنا عايزك حسي كده في جملة تعرفني عن نفسك وتوريني أنت اهتماماتك شنو. إحنا شفنا طه وشفنا عهد وبرضو الشباب الحلوين المعانا ديل في الفرقة بتاعت الغناء الشعبي. الاسم منذر محمد عبد الرحمن. أيوة. العمر 14 سنة امتحنت الثامن السنة دي. حاليا إن شاء الله حدخل العلو الثانوية. يمكن كل خطوة أو مرحلة أنا وصلت لها تكون ترجع لمدرستي. مدرسة البكري التعليمية الخاصة في العمارات. في أساتذة كانوا ما بيعيشوا إنهم هم أساتذة. بيعيشوا أب بيعيشوا أم بيعيش أخت. فكان في تراوض بيناتنا. فأستاذة نادية وأي أستاذ في المدرسة أستاذة نهى كلهم ساعدوني كانوا بدوني فكرة. فلما كنت بطلع في الطابور أقول شعر أو أقول مقدمة في الإذاعة فأحيانا بتوتر وما بقدر أواصل. أستاذة نادية بتقول لي لا 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 ما مشكلة عادي تكلم. بتكون أحيانا في الطابور وبيكون ما جاهز فبقوم بطلع فبحاول أقول مقدمة لكن أنا ما بقدر أتكلم لأنه أصلا ما مجهز حاجة. فأحيانا بتعسر بتكلم بالدارجية. فبيقولوا لي ما مشكلة الإحساس واصل. فكل حاجة أنا وصلت لها وكل إنجاز أنا حكون عملته يعني في هسه وفي المستقبل برجع للمدرسة. نحن بنحيي مدرستك يا منذر لكن خلينا نمشي معاك طوال لاهتماماتك. أنت مهتم جدا بالسوشيال ميديا مش كده؟ طيب. أمي كتلاني هنا كل مرة التفل فاتح الفيس فاتح الواتس ما بتزهق ما بتمل. موديانا لوين السوشيال ميديا دي يا منذر؟ في مقولة معروفة إذا الإنسان استطاع التحكم في نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي ففي التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي له منفعة فيه وفي نفسه وللمجتمع. ولو لم يستطيع التحكم في نفسه ولو قليلا لكان فيه لكان فتاكا في دينه ومجتمعه وأسرته وزمنه. طيب
انت الان يعني تقييمك لانه السوشيال ميديا دي هي احدثت فرق كبير جدا في حياتنا كثير, غيرت كثير كثير. انتوا كاطفال غيرت فيكم كثير؟ نحن غيرت في نحن كاطفال غيرت فينا, بس نحن كاطفال مفروض نحاول نتمسك بالطريقه الصح. عشان شنو؟ السوشيال ميديا لو فلتت فيها بتفتكك. السوشيال ميديا انت عارف يعني شنو الفتك, معنى انها تفتك بالمجتمع. يعني انت ممكن تنزل بوست عادي تنتقد فيه زول, فعادي ما بتنتقد فيه زول, يعني ممكن تكون قصت لك موضوع هادف. فالناس بيحرجوك, في ناس بيحرجوك. انت كل مره حتحاول حتتكسر من جواك, فممكن تدمر الانسان من ناحيه الاحساس والمشاعر. ممكن تدمر الانسان من ناحيه التفكير. انا ممكن انزل بوست هادف ياخده ما عنده موضوع. ابسط تعليق يعني, ابسط تعليق, لانه كثير انت مرات بتنزل بوست ويجي زول يقول لك يا اخي انت ما عندك موضوع, احنا نشوف لك. حتى لو مهما كان هادف, انت يا اما دمرت احاسيسك وشجاعتك للموضوع, يا اما خلاص انت بقيت زيهم. سلبي. ما حد يشتغل بالموضوع كثير. طيب يا منذر, انا عايزه اسالك برضو سؤال مهم. السوشيال ميديا زي ما اثرت في حياتكم انتوا كاطفال, اثرت برضو في حياة الناس عموما, سواء كانوا كبار من مختلف الأعمار. قاعدين تحاولوا تدرجوا الأعمار الثانية زي الناس الكبار, الأمهات, الأبهات, الأخوان, الأخوات في اهتماماتكم أنتوا, حاجات, رسائل عايزين توصلوها لهم من خلال السوشيال ميديا. يلا, وسائل التواصل الاجتماعي فيها إيجابيات. إنك ممكن تحدد فئاتك العمرية اللي أنت عاوزة. دي يعني أنت ممكن تحاول, ممكن تصاحب لك زول في عمرك. ايوه, في الفئات العمريه بتحاول توصل رساله. ما يلا, هنا هي الدنيا دي فيها حاجه, فيها الخير وفيها الشر في اي مكان. ايوه, حتى في وسائل, في وسائل التواصل الاجتماعي برضو في خير وفي شر. طيب جبال, انت قبل ما نحن ندخل على الهواء انت قمت قلت كلمه انا مسكت فيها شويه. انت مهتم جدا بدراسه احوال الهاكرز, الناس اللي بيعملوا هاكينج للصفحات وللمواقع وكذا. أي. انت من وين جاك الاهتمام ده؟ من محمد الخير حمد. اوكي. وجيت تحية من هنا. هو من صاحبك يعني؟ هو انا كان في مواضيع كثيره في السوشيال ميديا. كان جات لي سلبي, يعني ردود كان سلبيه. طيب. محمد الخير حمد الوحيد كان رده ايجابي. هو طبعا ده كان في جروب كده اسمه سي سي بي مشهور, بقول له تحية. فكان في سلبيات للموضوع كتير. اوكي. محمد الخير حمد ده كشخصية مشهورة في سي سي بي دخل, يعني صاحبني واعتذر لي نيابة عنهم. اوكي. ووجه التفكير بالنسبة لهم. فحاليا بسببه انا بكون كبرت في عيون اعضاء سي سي بي. في نظره. طيب. وهو كأخوي الكبير. فهو بيعمل سكرين شوت للبروفايلات بتاعت الهاكرز اللي بتسيء للإسلام وبينزلها. يلا, دائما الناس بيسوق للإسلام بتكون حساباتهم قويه. الصغرى ما بتنفع. اللي هو الثقره. الثقره ما فيها ثقرات كبيره. اللي هي ديل الناس اللي عندهم حسابات وبسيئوا فيها للإسلام. طيب, حساباتهم بتكون مؤمنه تماما يعني شديد. طيب, فنحن بنزل السكرينات دي, نحن بنخش بنعمل بلاغه, فالبلاغات لما تكتر صح بتقفل. اوكي. وبيحاول, فانا جاني الحب منه انه هو كده بيمثل الإسلام, انه كده بيحاول يحارب. وبرضه كان في جروب اسمه مثير للجدل. الجروب ده هو كله سودانيين. الجروب ده كان يعني ما فيه تفاعل, بس فجأة دخلوا عليه سودانيين كلهم مقتربين في أوروبا وكده ملحدين. فكانوا بيسيئوا للإسلام بطريقة ما إيجابية, سلبية. ما بتناقشوا. فكان أنا متذكر مرة متابع لي بوست استضافه واحد اسمه هشام أو شهاب, مهم صحيح الإسلام جديد ولا شنو. طيب, شخصية مشهور, حتى أنا سألت منها مزيحين من سودانية 24. طيب, فيلا بقوا يسيئوا للإسلام, فأنا كمان جاني الحماس إنه أنا كمان أمس الحركة, أمس الحاجة للإسلام, أمس الحاجة للعرب. فبدأت أحاول أتعلم فيه في الهاكرز. لكن الحاجة, النقطة الكويسة اللي أنت تكلمت فيها منذر, إنه أنت الهاكرز ده عايز تستخدمه استخدام إيجابي, بحيث إنك أنت تقفل الحسابات اللي ممكن تكون مسيئة للإسلام, الحسابات اللي ممكن تكون مسيئة لأي حاجة أنت حاسس بأنه ده غلط ولازم تتهكر. موضوع حسابي ماشي كيف, إن شاء الله ما حيتهكر.
قولي لهم قولي لي راندل وإيزي ديل هم دارين يحكروا حسابي راندل وإيزي ما عليكم والله ما تحكروا لي حسابي بليز عليكم والله خلوا لي يا أخي نحن مبسوطين بك جدا يا منذر ولسه أنت عندك برضو وجهة نظر فيما تقدمه القنوات السودانية والإعلام السوداني من مضامين ومن محتويات أنت عندك مناشدة برضو قبل أنت قلت لي للقنوات حنجي نعرف المناشدات اللي أنت دار تقدمها لكن نحن دارين نسمع الشباب أولاد الخال للغناء الشعبي محمد المكتبة محمد المكتبة طيب نسمع شنو منكم حنسمع شنو نحن يا شباب حنسمع شنو يا محمد طيب نسمع Yeah.
سلام عليكم يا حلوين حلوين. خلي ما في أجمل من كده. نحن حنتواصل معكم في حلقة أحلام كبيرة بعد هذا الفاصل. وعودة من جديد لكل الناس اللي بتابعونا في منتصف الليل. أحلام كبيرة ده عنوان حلقتنا لليوم، وهي فعلا أحلام كبيرة أكيدة بأنه هي كلها حتتحقق، لأنه الناس اللي بيحلموا ديل طاها منذر أو عهد، وحتى الفرقة الجميلة المعانا ناس خاتين أهداف واضحة قدامهم وماشيين في طريق صح، ومنهم طاها. طاها قبالك أنت لما كنت بتتكلم عن موضوع تحدي القراءة اتكلمت برضو عن موضوع صناعة الأفلام. أيوة. وصناعة الأفلام ده مجال تاني مختلف تماما عن موضوع القراءة. أيوة. أنا عايز أعرف أنت دخلت كيف وبدأت كيف في موضوع صناعة الأفلام. حاضر. هو موضوع لك الخير إن شاء الله. يلا. طيب. هو الموضوع كان في الفيسبوك، كان هو كان في ورشة وحدي. أول واحدة نحن طبعا في الورشة الثانية، فكانت في الفيسبوك، ومصعب حسونة كان داري ينشر طبعا. وانت عندك حساب في الفيسبوك؟ بنحيي مصعب حسونة يعني. وانت عندك حساب في الفيسبوك؟ عرفت كيف طيب؟ لا، بطريق تلفون امي. اوكي. بتخش الفيسبوك من تلفون امك؟ لا. هي اللي بتقول لي. هي بتخش الفيسبوك وتوريك الحاجات اللي بتيجي في الفيسبوك. ايوه طيب تابع المبادرات اللي لقينا المبادره دي في الفيسبوك، فقمت شاركت وتعلمت ثقافات كثيره. وبعدين المبادره دي انا صنعت فيلم عنها، فكتبت السيناريو وكتبت القصه. دقيقه بس معلش استوقفك هنا. كيف عرفت كيف الزول ممكن يكتب سيناريو او يكتب فيلم؟ عن طريق المبادرة طبعا. فهي المبادرة علمتني أي حاجة عن صناعة الأفلام، فاختبروني فلقوني كويس لإني أصنع فيلم. قمت كتبت السيناريو وصنعت الفيلم. أيوة. الفيلم عن شنو؟ الفيلم هو عن التشرد. التشرد؟ أيوة التشرد. ليه اخترت التشرد؟ اخترت التشرد لأني أنا قاعدة أعاني للناس اللي بيجوا يشحدوا في الشارع، والناس يزحوا منهم بالعربات كده. بعدين بيحزنوا، انا هنا بشوفهم وهم قاعدين يحزنوا كده، فانا هنا كنت دار اعمل فيلم عن التشرد عشان الحكومه توفر حاجات للناس المتشردين وكده. شنو الحاجات اللي حزنتك في الشارع لما شفتها؟ هو لما الناس بيشحدوا طوال الزر يقول لهم لا، لكن مرات يقول لهم الله يدينا ويديكم كده، يعني انا بحس بالناس انهم ما عندهم قروش. حسن المعامله يعني، تناولت فيه حسن المعامله مع المتشردين. أيوه. وكذا يعني ما يقولوا لو امشي يا اخي احنا ما دايرين نديك. ما ممكن كذا. طيب انت المفروض الحاجه دي فيها عقاب. الفكره بتاعتك عايز تعمل شنو للناس دي؟ صنعت الفيلم ده عشان عايز تعمل شنو للناس دي؟ عشان نقدر اقول للحكومه توفر ملابس، اي حاجه كده، عشان أكل، أي حاجة، عشان تفيد الحياة دي، تفيد الناس. هم بيعتبرون ولا حاجة. الناس بيعتبرون ولا حاجة لأنهم ما عارفين، يمكن يكونوا أيتام متسولين. صح. طيب أنت السيناريو اللي أنت كتبته، كيف كتبت السيناريو؟ بديت السيناريو بتاعك بشنو؟ الرسالة اللي وصلتها في النهاية. هي الرسالة اللي وصلتها في النهاية، هو أنا السيناريو أنا فكرت فيه كثير، فكرت برضو أمي ساعدتني في الفكرة. طيب. فأنا بحيها. نحن ذاتنا بنحيها طبعا. فبعدين أنا كتبت السيناريو ده ووضحت فيه حاجات. برضو أنا شاركت في مسابقة سامارينو. سامارينو دي هي مسابقة حقت أفلام قصيرة تتعرض شهر 7، وفيها جوائز كمان. في مسابقة سان مارينو. شاركت بشنو في مسابقة سان مارينو؟ شاركت أنا في فيلم تشرد برضو.
ايوه. انت القضيه بتاعت التشرد دي هامه جدا جدا وعامل عنها كم فيلم يعني هسه حاليا فيلمين. ايوه صح. طيب والتوحد برضو. التوحد عملت عنه فيلم برضو التوحد ولا لسه ما عملته؟ انا بدات فيه وعملنا مشاهد كثيره لكن لسه ما تميناه. لسه ما خلصتوه. طيب انت قاعد تشوف القنوات، قاعد تتابع القنوات العربيه والسودانيه وكده؟ هو لا، لكن لما نلقى جدي فاتحه يعني ما بقدر اقول له يا اخي افتح لي قناتي دي، انا دايره قناه اطفال كده. ما بقول له كده طبعا، فاني بشاهد معاه وانا بحييه برضو. ابوي عبد الجبار وعائلتي كلها شجعتني في الحاجه دي. نحن ذاتنا بنحيي جدو عبد الجبار، بنحييه. واسي بكون بيشوف فيك الان مش كده؟ ايوه بكون بيحضر فيك. شوف الليله هو حضر القناه دي عشان انت طالع فيها زي ما انت بتقعد تحضر معاه القنوات اللي هو بتابعها. ايوه شوف الدنيا دي كيف. عندي لك برضو سؤال، شنو القضايا تاني اللي انت داير تتكلم عنها وداير تعبر عنها انت كزول سيناريست، زول بتاع سيناريو الان بتكتب؟ أيوة. سيناريو انت مسابق. تكلمت عن التشرد وعن أيوة. التوحد تاني، شنو الحاجة اللي انت داير تتكلم عنها او نفسك انت تعمل فيلم عنها؟ نفسي انا اعمل فيلم عنها. والله انا هناي في مسابقة سان مارينو انا جبت الفكرة، لكن نحن كان في ورشتين. لا ما ورشتين، فريقين. هو عن التشرد والتعليم، فنحن التشرد انا جبت الفكره لكن كلنا اشتغلنا فيها، فبقت قصه واحده. طيب متفقين على دي نحن. ايوه لو انا قلت لك انت هسه طموحك انت داير تشتغل عن ايات ومشكله ثانيه من المشاكل اللي ممكن بتواجه الاطفال، حتشتغل عن شنو؟ والله انا قررت اشتغل اعلامي. اعلامي؟ اعلامي. أيوة. يعني مذيع؟ ايوه. دار تكون مذيع؟ ايوه. حابب الفكره دي انت؟ ايوه. طيب عن اذنك يا استاذ هشام، عن اذنك انا لاول مره حاتنازل عن الكرسي اللي انا قاعد فيه ده لصالح الاعلامي القادم بقوه طه. تعال تفضل اقعد بيدك. اقعد في محلي ده وانت قدم انت استاذه شهد. يلا. مرحبا يا استاذه شهد. ايوه كان تمام الحمد لله. طه انت كيف احوالك؟ تمام الحمد لله. نحن نعتبر ان احنا بدينا الحلقه دي وضيوفنا منذر ومحمد وعهد. تمام. ايوه يلا نحن نرحب بهم لانهم هم افادوا المستقبل. يعني افادوا المستقبل كيف؟ عن طريق التلفزيون طبعا. هم لما قدموا عن حاجاتهم ففي بيكون الاطفال قاعدين يشوفوهم ويتعلموا منهم من كلامهم. ايوه. طيب أيوة. رايك شنو نبدا باول ضيف معانا؟ محمد عثمان. مرحبا يا محمد عثمان. يا مرحبا يا استاذ طه، والله انا سعيد ان انا الليله معاك يعني. شكرا. يلا يا طه نوجه اول سؤال معانا لمحمد. نقول شنو يا محمد اول حاجه؟ نقول له انت كيف طلعت لمجال الاعلام؟ طيب انا كيف طلعت لمجال الاعلام؟ والله لما كنت صغير برضو كان عندي زيك كذا. انا كنت ليت فايتني بكثير بالمناسبه يعني. انت فايتني والله فايتني. قال لي لا والله ما كنت فايتك يعني. انا بحييك على روح التواضع الموجوده عندك. انا بس كنت زول حابي انه انا اكون اعلامي واكون مذيع، نفس الحب الجواك ده يا طه انا كان عندي لما كنت صغير. طيب انت كيف شاهدت، كيف عملت؟ يعني كنت بتشاهد التلفزيون، كنت طيب. بتشوف المذيعين. أيوة. أيوة كنت بشوف المذيعين وأنا بحييهم هنا زي ما أنت حييت جدو عبد الجبار. وأنا بحيي المذيعين اللي أنا كنت بشوفهم أساتذتنا. أنا الحاجة اللي كنت بعملها أنت هسي عشان تبقى زول سيناريستي شاطر مشيت خشيت ورش مع ناس مصعب حسونة في مبادرة صناعة الأفلام مش كده. أيوة. أنا كمان خشيت دورات تدريبية وحاولت أتعلم. يعني دي الحاجة اللي تستفدت منها وكنت واثق بنفسك انك تبقى اعلامي. والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب اسأل شهدي دي تزعلني انا بلاي. طيب انت كيف اطلعت لمجال الاعلام ده؟ اطلعت على مجال الاعلام. أيوة. انا برضو زي ما قال محمد لما كنت صغيرة برضو كنت نفسي اكون اعلامية. كنت بقعد بالليل قدام المراية وبمسك فرشة بعتبر انه الفرشة دي هي الميكروفون. أيوة. وبقوم بقدم كل يوم الصباح تدريب. كل ايوه هو حاجة تدريب. جميلة تدريب. أيوة. أيوة. بتدرب. أيوة. عشان يعني بعد ذاك انا عايزة اكون ابقى مذيعة
فبعد ذاك قمت مشيت في الموضوع ده وكنت بقدم البرامج بتاعت الصباح برضو في المدرسة. يعني الصباح لما نشوف يعني شوي برامج إذاعة الطابور. إذاعة الطابور أيوة كنت بكتب المقدمات بتاعت الإذاعة بتاعت الطابور وبطلع أقولها في الطابور. وشوي شوي لقيت نفسي أنا حابة الموضوع ده شديد فقررت إنه أنا أبقى مذيعة. طبعا إحنا مدرستنا ما زي مدارس الزمان, فالأساتذة بيساعدونا عن الكتابة بتاعت الإذاعة. بيكتبوا معاكم البرنامج ليكم. الصباحي. ايوه فانا لما قرروني هنا اقدم الاذاعه بعدين عرفت انه اني واثق بنفسي عشان ابقى اعلامي. يا سلام. طيب يا انا بس دار اديك معلومه برضو بسيطه, نحن برضو عندنا ناس بيكتبوا لنا هنا المحاور ومكتوب الحاجات, يعني برضو كونه هم يكتبوا لكم ما معناه انه انتوا ناس ما شطار. دي الاسئله بتعطاها كاتب لنا هنا الاسئله بتعطاها. ايوه المحاور. انا عايز اسال العهد دي دفعتك كانت في تحدي القراءه دي. انا عهد عينت لك هو صحيح. انا بدي اقول حاجه. طيب قول حاجه. انا بدي اقول حاجه. انا بشكر طبعا البروف الطيب ابو سين, هو البروفيسور بتاع التقديم بتاع تحدي القراءه. ايوه وهو اللي اختبرني في اني انا كويس ولا ما كويس, فبعدين قال لي انت كويس وكده. طيب يا طه وبرضه قدمت كلمه البرلمان الطفل. ايوه كلمه برلمان الطفل قدام الناس كلهم يعني ما خفت يعني. والله كنت خايف. لا بصراحه كنت خايف. على فكره الخوف ده يا طه مرات حاجه كويسه بالمناسبه. حسي اقول لك يعني ما حاجه كعبه يعني. اقول لك حاجه متصدقه. أيوة. مش نحن انا ومحمد كنا قاعدين شغالين الحلقه بعد ما هو رجع بقى ضيف وانت بقيت المذيع. أيوة. قبل ما نبدا الحلقه اول ما جيت انا قعدت هنا في الكرسي ده كنت خايفه. انا برضه اول ما قمنا بدينا كده الحلقه انا كنت خايفه, لكن بعد شويه خلاص الخوف راحت لانه لقيتكم انتوا قاعدين ولقيت محمد معاي ومنذر وكلكم سوا. نحن يلا دارينك تسال عهد دي سريع كده. حاضر. عهد انت كيف شاركتي في تحدي القراءه العربي؟ طيب انا شاركت عن طريق المدرسه اللي هي جابت لنا الفكره المدرسه والاستاذه ناريمان بحياه من هنا والاستاذ مشرف المكتب الاستاذ سموال جاب الفكرة فتحمست لها. طيب بنحييهم الأستاذ سماء والأستاذ الاثنين وما قصروا معايا. وقمت قريت 50 كتاب ومشيت في التصفيات والحمد لله, وكان يعني تجربة حلوة غير إني مشيت مثلت بالجديد عرفت على ثقافات تانية. طيب الخمسين كتاب اللي قلتيهم دي انت استفدت منهم حاجات كثيرة ولا ثقافات أكتر؟ أكتر 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 حاجة استفدتي منها شنو؟ لا أكتر أكتر كتب استفدتي منها شنو الثقافة؟ هو عارف محاولة يا شهد. أوكي أوكي أنا قلت أساعده بس يا جماعة. أسماء كتب ولا قصدك سؤالك يعني أوريك أسماء كتب؟ لا فوائد الكتب بسيطة, فوائد كده بسيطة. ممكن تكون في الكتب العلمية استفدت معلومات يعني علمية ضافت يعني لذخيرة العلمية, في الكتب الأدبية يعني خلتني أزيد لذخيرتي, اللغوية اللي هي ساعدتني في الكتابة, كتابة القصص كتابة القصائد كده. يعني كان استفادة حلوة شديد. أيوة فنحن بنحيي البروفيسور محمد بن راشد, بنحييه من هنا لحد دبي. من هنا لحد دبي. فهو جاب التحدي وخلانا نقرا حاجات ونستفيد حاجات. لا. للامم المتحده كلها. كل الامم المتحده. ايوه الامم المتحده كلها نحن بنحييها الليله. انها هي ورتنا عبر مبادره تحدي القراءه لي انه يا اخي عندنا في السودان اولاد حلوين وبنات ظريفات ولذيذات زي عهدي كده وزيك انت كمان يا اخي. يا سلام يا سلام. مبسوطين بكم جدا احنا. جبيل عهدي قالت لي قلت لها يا عهد يا اخي ما نتكلم معك في مواضيع قضايا وكذا وشنو. قلت لي على كلمة تتكلموا معي بالرسميه شديد كذا. يعني خلي البساط احمد بيناتنا طالما نحن قاعدين مع بعض. عهد شنو هي القضايا اللي انت دايره تتكلمي عنها في الفتره الجايه, دايره تعبري عنها؟ اول حاجه ظاهره اختطاف الاطفال. ايوه بقت كثيره شديد, فيا ريت لو نعمل حملات نحس بغيرنا. تاني حاجة ظاهرة يعني مرض الكوليرا, ويعني بيصيب الأطفال أكثر, يعني ممكن الكبار يكون عندهم يعني بيقدروا يستحملوا المرض,
كنا الصغار لا يعني ممكن أنا بما أني درست برلمان أطفال ما أعني فئة الأطفال بس أعني المجتمع كله يعني ممكن صوت الطفل يكون أكثر يعني ممكن يمشي أكثر من صوت الزول الكبير صح. أيوة يعني العالم كله يعمل مستشفيات للأطفال مجانية حاجات أدوية عشان الدنيا كلها واحد نحن كلنا واحد والله والله انت ولد فنان والله العظيم بجد فنان ولد فنان يا اخي اقول لك فنان. كلام انا تاني البرنامج ده عايزك تقدمه معي انت خلاص نخلي محمد وعثمان ده يجينا في الحلقات اصلا انا حرقت البرنامج ده يا طه البرنامج ذاته انا حرقته يا طه خلاص طيب بعد ما الكرسي ده قاعد فيه ولد فنان زيك كده صعب تاني انا اقول في مستواك يجي يقعد طيب يا اخي انت ما زولنا صبقه يا مصطفى النعيم مصطفى النعيم منو؟ انت محمد عثمان صح؟ لا ما مصعب حسنا بيقول له كده يعني لو داري جدي على طول صحيح ذكرته صبقه لمحمد عثمان شكرا 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 والتحيه لزميلنا مصطفى طبعا التحيه له منذر قبل محمد سألك سؤال مهم جدا قال انه انت عندك فعلا احنا قبل الكواليس او يعني قبل ما نخش الحلقه كنا بنتكلم معاك في موضوع اهتمامك بالقنوات السودانيه بشكل عام وانك عندك افكار كثيره جدا جدا فيما يتعلق بالموضوع ده وعندك رؤيه خاصه لموضوع القنوات السودانيه وما يقدم فيها من مضمون انا عايزك تتكلم لي عن الموضوع ده اولا حي القنوات السودانيه بقت تستهدف الفئه الكبرى الاعمار الكبيره يعني البرامج كلها بقت سياسية اقتصادية أخبار يعني بتكون على مدار اليوم كله في حين إنه الناس كلها عارفين إنه الرجل السوداني بيطلع من الصباح بيمشي الشغل وبرجع آخر اليوم فممكن هم يقسموا البرامج عندهم زمن محدد لكل برنامج وما كل البرامج تبقى قاسي كده سياسة واقتصاد وكده فرض تكون في برامج ترفيه وفرض تكون في برامج ضحك برامج تخص الشباب برامج تخص البنات برامج تخص النساء كده فأنا لاحظت أنه كل القنوات بقت سياسة اقتصاد حروب كده فحتى كمان أنا بشوف أنه معدلات الأسهم السودانية في انخفاض يعني أنه شنو كلهم بينتبهوا للسياسة والاقتصاد وكده وفي علمي أنه الرجل السوداني بيكون في الشغل وبرجع آخر اليوم ما بكون شايف ذاته الحاصل في القنوات السودانية يعني أنت من وجهة نظرك أنه حتى التقسيم بتاع البرامج في القنوات السودانية مفروض يتم على حسب الفئات اللي بتكون مشاهدة في الوقت ده نعم يعني ال- 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 الوقت الصباحي ده مفروض يقسم لفئة ممكن تكون قاعدة في البيت تتابع نعم يلا ممكن يكون من مثلا من 9 لحد 10 للأخبار ممكن تكون من 8 لحد 9 برامج بتاعت شباب وممكن تكون من 2 لحد 1 برامج الاطفال انا بكون رجعنا من المدرسه ايوه وبرامج النساء بتكون العصر لانه كده يا دوب بتكون نظفت البيت للمراه السودانيه واخذت راحتها وقعدت عشان تتابع البرامج الخاصه بها اي نعم دي خريطه برامجيه جاهزه يا محمد جاهزة. بالمناسبه اي قناه يعني الان الزملاء اللي بيتابعونا في القنوات الان دي خريطه برامجيه احنا ذاتنا جاهزه وتوقيتاتها وتنزلوا ده الساعه كده والبرامج الاطفال الساعه كده جاهزه خلاص الموضوع ده منتهي محسوم خلاص طيب انت هنا يا قبل البرنامج قلت لنا انك بتكتب اشعار بتحفظ اشعار طيب انت حافظ لنا شعر السي تقول لنا اي يلا طيب طيب قول حقول بس مقطوعة يعني ما حواصل للنهاية يا محسن يا محسن كان وين تفكيري لما قلت بريدك وقلت خطاوك ساقتني وقلت بريدك وكنت جوايا وكنت بتجري في دمي ما قلت الريد حلامك وجنونك لما تصادف عينيا معايا أجمل أيامك بالله بالله تلاشى الكم في ذاتك يا محسن إيه أسبابك وليه بتزيد في عتابك طيب بالله لما تمشي سوق معاك غيودك أصله هواك سجني كتير حتى عيوني شب بيودك أصله هواك سجني كتير حتى عيوني شب بيودك أصله هواك سجني كتير حتى عيوني يا سلام بيودك. يا سلام عليك دوت فنان جدا خالص شكرا رأيك شنو أنت يا طه والله بنحييه على إنه قال الشعر بتاعه والشعر برضو حلو أيوة أنت بتكتب شعر لا أنا بكتب قصص وأنا سيناريست سيناريست أنت أنا سيناريست ما بكتب شعر طيب عهد برضو
بتكتب شعر يا محمد. انا قبل ما نتكلم في موضوع الشعر ده وتقولي لي انا قصيده عايزه اتكلم معاك في نقطه قبل شويه اتكلمنا عنها. انا سالت عهد من طموحها في الحياه وهي عايزه تبقى شنو لما تكبر، فانت جاوبتيني لكن عايزاك هسي تجاوبيني تاني عشان الناس تسمع. والله هو لسه يعني الصوره ما اتضحت كده، لكن انا كنت عاوزه ابقى جراحه من خالقة طاولة يديه العابية ودهني للطريقة صح، يعني جراحة ما حاجة كده. كين قال يعني الصراحة ده قاعد أتكلم بصريح إنه يعني ما بتلبق على شخصية الأنثى أو البنت لأنه بتشوف مناظر فبتكون شخصيتها متعصبة زي الراجل. فطب الأطفال حلو، طب الأسنان حلو، وبرضو الهندسة الإلكترونية برضو حلوة عجباني. وطموحي غير يعني المهنية، عاوزة يكون عندي مؤلفات كتب، عاوزة أفيد المجتمع، يعني عاوزة أضع بصمة يعني لما أموت يعني كلنا عندنا مقدر لنا إن كل ما أموت عهد تتذكر بحاجة كويسة إنها عملت حاجة للمجتمع. عايزة تخدي اسم عهد في كتب التاريخ يعني. طيب إنتي 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 المجال بتاع الطب بتحبيه أكتر ولا مجال القراءة ولا مجال برلمان الطب؟ الثلاثة دول. والله نحن انت جمعتها بين سياسة وأدب وعلوم، الثلاثة لو جمعتهم بيبقى خليط رائع، عشان كده بحبهم الثلاثة. نحن بنحبكم. طيب انت بتحبي الثلاثة أكثر ولا طاها؟ والله بس عشان المخرج قال لنا الكلام ده يعني لازم نكون منتبهين للقصة دي. هي قالت يعني لازم تعمل خليط ما بين الثلاثة يعني واكيد حتحب المجال اللي هي اشتغلت فيه. نحن بنحبكم انتوا الثلاثه الليله انتوا معانا. شكرا. نحن برضو بنحبكم. يا سلام عليكم. طيب يا طه، الشباب ديل فرقه اولاد الخال للغناء الشعبي ديل برضو عندهم احلام كبيره يعني، ديل شباب موهوبين. ايوه انا غناهم ده ذكرنا بالقنوات السودانيه وغناهم ده والله حلو. حلو مش كده؟ ايوه. طيب يلا كده ما تقدموا لنا هسه. يلا هم دارين يقدموا غنيه فانت قدمهم لنا. خلاص كلكم خلاص حيوهم عشان يقدموا غنيتهم. طيب يلا يا سلام. يلا تفضلوا. تفضل. كله مشغول بيه.
ما في أجمل من كده والله. حلوين ومنورين فرقة أولاد الخال للغناء الشعبي, ونحن لسه متواصلين معاكم. حخلي طه يطلع الفاصل الإعلاني. عندنا فاصل إعلاني. نلاقيكم بعد الفاصل. يلا نلاقيكم. مرحبا بكم, رجعنا بكم في حلقة منتصف الليل مع الشباب ديل. كيفك يا طه؟ تمام؟ تمام. يعني محمد ده قبل شوية قبل ما نطلع على الهواء كده كانوا بسكتوا فيه عشان نطلع ستان باي. لا هو نهرنيع ديته هرشة كده. اي نهرنيع, فجيت اتكلم معه وليه قلنا لك ستان باي. اي ما هو بوري فيك الاساسيات تحت المذيع المحترف يا محمد. طيب يا طه, انا عندي طلب صغيروني. انا عايزه بصراحه كده اسالك, وانا مذيعه معاك ما بقدر اسالك, دار ارجع محمد عثمان ده هنا يقعد مذيع وارجعك انت بيا عشان انا عندي اسئله. انا برضو فهو انا بحييه لانه اداني فرصه اني ابقى اعلامي عندهم. وانا اسي وثقت بنفسي اني ابقى اعلامي. يا سلام. سلام. انا كمان واثق اني حتكون اعلامي. يا سلام يا انا واثق اني حتكون. وانا اتبسطت بانه انا قدمت معاك ولو جزئيه من الحلقه دي. كان لي الشرف انه انا اكون قاعده معاك واشتغل معاك الحلقه دي. شكرا. انا برضه شكرا. فيتفضل قال لي اوكي تعال يا تعال مكانك. اقعد. يا سلام كده يا طه, انا بعد ممكن اسالك صح؟ اي طيب. نيجي نتكلم عن الطموح. يعني انا قبل شويه سالت اسمي قبل شويه سالت عهد, معلش يا عهد, معلش, سالت عهد عن ان هي بعد ما تكبر عايزه تكون شنو. انت عايز تكون شنو لما تكبر؟ انا بس عجبني الاعلامي ده وانا دربت فيه كثير. انا اول كنت قسمت الموضوع انك انت هتطلع. انا اول كنت داير اكون كاتب, لكن عرفت اني في الاول انا بقيت كاتب واطلاعي بقى كويس. يعني انت اوريدي خلاص بقيت كاتب. ايوه. انت حاليا اصلا كاتب, فده ما طموح لي قدام. يعني خلاص انت بعد ده تشوف لك حاجه تانية واللي هي مجال الاعلام. ايوه. فخلاص حتكون مذيع. اي اعلام. طيب احنا بنقول لك مرحب بك في اي وقت. تمام. القناه بتفتح استوديوهات لك في اي وقت يا طه. انت حابب تقدم حاجه نحن حنكون مبسوطين بك جدا. يعني شكرا. انا برضو هكون مبسوط بكم لانكم قدمتوا لي حاجه كبيره. يا سلام. يا سلام عليكم. طيب دارس العهد عهد, انت حاسه روحك انك انت عندك صفه قياديه بوصفك انك انت الان رئيسه لبرلمان الاطفال. يعني عندك الصفات القياديه انت؟ والله ممكن تقول كده من يعني من ناحيه نفسي او من وجهه نظري عندي احساس, لكن بالنسبه للمجتمع ما عارفه دي حاجه ترجع لهم, لكن انا بحس انه عندي بعض السمات بتاعت القائد. طيب يعني عندك هسي تعاون مع المؤسسات اللي عندها علاقه بالاطفال وكده, يعني المجلس القومي للطفوله؟ ايوه. عندي معه علاقه وطيده وبحي كل أسرة المجلس القومي للطفولة وأقول لهم رمضان كريم وأقول لهم شكرا. يعني أنتم فتحتوا لي آفاق كبيرة ودخلتوني في تجربة برلمان الطفولة. شنو كانت تجربتك معهم؟ والله كان دخلوني في برلمان الطفل ولسه يعني حتكون عندي تجارب. كان في تدريب لك عشان تدخلي في. أيوة. واستفدتي من التجربة دي كثير؟ والله كثير. يعني كونك انك تحس بالقضايا بتاعت مجتمعك, بتحس بانك بجد يعني عضو فعال في المجتمع. يعني حاجه حلوه شديد. طيب طيب انا يا محمد معلش بس عايزه اسال عهد.
عادي. احنا الليله حلقتنا دي اسمها احلام كبيره، فافضل سؤال ممكن يكون انه انت احلامك شنو بعيدا عن الموضوع بتاع المهنيه والاجواء العمليه والحاجات دي، احلامك في الحياه شنو؟ والله ايه احلامي اني اول حاجه ارضي ربنا، ده حلم، واني اسعد اي زول محتاج، ويعني احقق نجاح كبير واكون راضي عن نفسي. ما شاء الله عليك. انا ما حقدر اقول اي كلام يعني بعد الكلام الحلو اللي انت بتقوليه ده. عادي شايفه يوم بكره كيف انت بالنسبه لواقع الطفوله، المشاكل اللي بتمر بها الطفوله في مختلف انحاء العالم وفي السودان برضو، شايفه المستقبل عندهم كيف يوم بكره، شايفه كيف انت؟ لا ان شاء الله احلى، لكن الموضوع عاوز حماس وعاوز اجتهاد وعاوز اراده وعاوز يعني مثابره. احنا يعني لو خدتنا ايديننا في الوقت نقدر. يا سلام يا سلام. طيب عهد، بمناسبة الموضوع ده قبالك احنا وقفنا في جزئية انك بتكتب شعر. ايه. عايزين نسمع قصيدة. طيب اقول لكم ذكريات اللي هي بهديها لزميلاتي مدرستي القديمة. طيب. حيهم من هنا. نسمع. شوق جرفني الى الاحبة بكل مودة ومحبة، قضينا أجمل الأوقات، مررنا بأمتع اللحظات، أيام فرح لم تزل تمتطي تلك الذكريات، تلاعبنا تحاورنا تنافسنا مع أعز الصحب والرفقات، في كل لحظة قضيناها ذكرى لن أنساها. الباقي يعني ما مستحضرها وكذا، لكن هذا كل المتذكرات. عهد وقفت قراية بعد ما شاركت في تحدي القراءة ولا لسه مواصلة؟ لا لسه مواصلة، بقى عندي شبه مكتبة. شبه مكتبة؟ أيوه. يومي انت عندك وقت لازم تقري فيه؟ لا لا، يعني بقرأ يومي كان PDF أو كان عادي. أنا ما بقرأ كتب، بس بقرأ مقالات كده يعني، لكن اليوم اللي بكون يعني ما فاضي، خصوصا السنة الجاية دي حاسة إنه القراءة بتاعتي نسبتها حد يعني ما حد انحسر كله كان حتبقى بنسبة 50% كده. أيوة، لأنه عشان حتدخل عندك واجبات بتاعت الامتحان، مش كده؟ مرحلة. طيب عندك كاتب أو كاتب معينة بتحبين؟ قصدك يعني في هذا مجال الشعر أو كده؟ في كل المجالات بتاعت الكتب المختلفة، في ناس يعني الناس عموما لما تكون بتقرأ كتب كثيرة بيكون عندها يعني كاتب أو كاتبة معينة بيحبوها. عباس محمود العقاد. يعني بحس إنه كتبه بتلتمس يعني حاجات بجد نحن محتاجين لها. اما بالنسبه للشعر قريت له عبقريات. ايوه عبقريات، قريت عبقريات عمر وعبقريات محمد. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اها، وثاني قريت وقريت له حياه قلم وقريت انا. انت مفتونه بكتاباته مش كده؟ والله عجبني شديد. طيب ثاني منه؟ ثاني في مجال شنو يعني؟ مثلا مجال المقالات. والله ما عندي زول محدد كده، لكن في الشعر رودة الحاج. تحبين؟ تبع طبيرة قدوة ليها، نفسي يوم ألاقيها. حافظة حاجة لرودة؟ والله ما كده. ولا حاجة بسيطة كده؟ بلاغ لامرأة عربية، دي مستحضرة. برقية عاجلة إلى طمادر الخنزاء. طيب ما متذكرها كده، لكن دي من القصائد اللي عجبها. ايوه عجبني شديد، لانها بتتكلم عن واقع المرأة يعني العربية عامة كده، حتى لو كانت سودانية لو كانت اي جنسية تانية، ويعني عن دوره وعن يعني معاناتها في المجتمع. وبتهجو فيها الواقع برضو مش كده؟ الواقع العربي وكذا. مش كده؟ في ديوان للحلم جناح اخر واحد. للحلم جناح واحد. طيب نشوف منذر، انت اهتماماتك كيف بالقرايه؟ كويسه. ها كويسه حبه ولا بس فيسبوك وتويتر؟ لا 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 ما انا في الفيسبوك بقرا روايات. بتقرا انت؟ محافظ على القرايه. في هنا بوجه لهم تحيه، هبه محمد ولا مين احمد نيل، اصحابي في الفيسبوك انا ما بعرفهم، معرفه شخصيه قويه ربما، لكن بعرف هي بالليله بس بالذات انا ساعدتني في اليوم ده كثير اجهز لليله، بكتبوا خواطر وروايات، فأنا كنت دائما بقرا لهم. انت برضو بتكتب روايات وخواطر صح؟ متذكر حاجه من الحاجات اللي انت بتكتبها، او حاجه مثلا انت كتبتها ولقيت انه الناس علقت عليها تعليقات حلوه
وإيجابية وتبسطت بها؟ والله كتبت إنه الاسم شنو هم؟ إنه الإنسان ما يقيم الإنسان بالمظاهر. كان بيتكلم عن شنو الخاطرة دي؟ الخاطر إنه أنا لاحظت في فترة الأونة الأخيرة إنه الناس بقت الولد أو البنت إذا نزل صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي فبيعايروها بشكلها إذا كانت جميلة أو قبيحة. فكان نزلت إنه جمال جمال الروح وجمال الأخلاق ما جمال المنظر، لأنه في ناس جميلين لكن خبيثين من جوا وكده. فكان مرة هبة محمد نزلت بوست على المشاريع قال تبا لزمن، يعني لزمن ده تبا لزمن ينظرون فيه لماركة الحذاء قبل العقل. يا سلام يا سلام، حاسي إنه نحن في الزمن ده اللي بيقيم فيه ماركة الحذاء ولا يقيم فيه العقل. ولا يقيم فيه العقل يعني ومحتوى العقل كمان. حاسي إنه نحن في الزمن ده بجد. شنو الحاجات خلتك تقول كده؟ يعني شفت مواقف، شفت مواقف كثيرة كثيرة إنه الإنسان يعني بعيرك بمنظرك كده، ما بيشوف الحاجة، ما بيشوف الروحانية جواك. طيب منذر، إذا ما قدر إنك أنت حتغير صفة من الصفات الموجودة الآن في مجتمعنا السوداني، حتغير يا صفة؟ المظاهر الخادعة. المظاهر والاهتمام بالمظاهر. أي. حاسي إنه نحن بقينا نهتم بالمظاهر أكثر من الجوهر. أكثر من الجوهر. بقينا نحاول نحن نوحي إنه ناس كويسين، نحاول نخفي عيوبنا بما إنه نحن عارفين إنه أصلاً إنسان فيه عيب ناقص غير مكتمل، كمال لله وحده، يحاول إنه يظهر إنه متكامل. عشان كده أنت عايز الناس تحس بإنه حتى إذا كان في عيب، العيب ده حاجة مقبولة. مقبولة. كلنا فينا عيوب. كلنا فينا عيوب. وكان مرة لاحظتها عند بتخالي كتاب لي أحلام مستغانمي، مع إن أنا بحبها، بحب كتاباتها، مع إن فيه كل كتاباتها تنتقد الرجل، لكن عندما بقول دائما بتقول يعني بقول أنا عذرا أحلام مستغانمي، ليس كل رجل ناقص أو غبي، ولكن هناك رجال يلتمسون إلى الكتابة. يعني في رجال عايم أنت ممكن تنتقطيهم، لكن في رجال عاوزين قلم إنه يصفوهم. يا سلام. يعني زي ما أنت قلم عبرتي عن الأنثى، كمان الرجال يحتاجون إلى أقلام تعبر عنهم. مشكلة. قريت عنها، قريت لها شنو أحلام مستغانمي؟ أنا ما قريت إنها، لكن عندها كتاب اسمه الأسود لا يليق بك، ولا الأسود لا يليق بك. يلا أنا ما بقراهم، هي ذاتهم روايات، لأنه هي كلها انتقادية عادي يعني، ممكن شرط ورك انتقادية للرجل. نعم. فبلاحظ إنه هي بتحرض النساء ضد الرجال. ده في كتاب، في كتاب الأسود يليق بك. أي بتحرض. أنا بقرا الكتاب يعني مثلا من الصفحات الأولى كده، عذرنا أيتها الأنثى كده كده كده، في إنه بتنتقد، لكن في رجال لا يوصفون إنه نفسه صلى الله عليه وسلم. تعال تعال سلم عليك، تعال سلم عليك. انت ود ما شاء الله عليك يعني، ما شاء الله عليك يعني. صحيح في رجال لا يوصفون يعني، يعني انا داري اقول لك الله يحفظك، بس ما في اي كلام اقدر اقوله لك يا منذر. طه عندك مكتبه في البيت انت ولا ما عندك؟ عندي لكن ما كبيره. اها، فيها كم كتاب كذا يعني؟ فيها كثير والله، ما عارفهم كم. ايوه. قعدت تتبادل الكتب بينك وبين أصحابك؟ هو لأ، لكن أنا بقيت أقرأ أنواع من الكتب تانية، مثلا بقيت أقرأ فقرات من الكتب الإنجليزية. أيوة، برضو استفدت منها بعد ما عرفت العربية. يعني أنت حسيت تحاول تتعلم اللغة الإنجليزية؟ أيوة. وماشي كيف في الموضوع ده؟ كويسة والله، الكتب دي فادتني شديد. هو بالمراحل، مثلا كتاب تلقاه صغير كده كتابته صغيرة أو كده. عامل فالكتاب الثاني، الكتاب الثاني بيكون أحسن منه بشوية كده، والثاني أحسن منه، والثاني أحسن منه، لحد ما تجيك القدرة إنك تتكلم إنجليزي وكده يعني. والعافية درجات. أيوة. نعمل حاجة صغيرة هسه أنا وإنت. طه، what's your name؟ My name is طه. How old are you؟ I'm fine, thanks. ما how are you؟ How old are you؟ How old are you؟
5 6 ولا 7 ولا 8 ايش ذكرتها 9 يا سلام 9 حدد 7 ولا 9 9 تمام نحن دارين نشوف الشباب ديل اولاد الخال اول حاجه محمد انا عايز اقول حاجه قبل ما يبدوا شباب ديل مبدعين جدا جدا وفي نفس الوقت شخصياتهم جميله جدا جدا وحلوين خالص انا قعدت معاهم قبل الحلقه طبعا محمد ده بعين لا يضحك لانه عذبته قبالي بالاسئله وتعرفت عليهم كلهم عندي احساس انهم يعني في ناس بيمارسوا الهوايه بتاعت الغناء او العزف على الايقاعات دي لمجرد انهم هم حابين انهم يعني يملوا وقت فراغ لكن انا بقول لك انه الشباب ده الفنانين بجد يعني هم حابين الحاجه دي وعندهم شغف اتجاهها اكثر من انهم هم عايزين يقدموا بها حاجه يا محمد من المشرف بتاع الفرقه بتاعتكم بقى يتكلم على المايك بس عشان نسمعك منه بسم الله بسم الله وين بسم الله ده هسي نحن بنحييه وشكرا له انه هو يعني وصلكم لنا لهنا وشكرا برضو للمشرف عبد الله اللي موجود معاكم الان في الكواليس ومحمد مدسر التحيه لهم جميعا طيب حنسمع شنو يا محمد الليل بلدينا الليل بلدينا طيب يلا نسمع الليل بلدينا الليل بلدينا خليه الليل 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 بلدينا خليه الليل 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 بلدينا يا سلام عليكم حلوين والله حلوين خالص والله لك ده اصبر شويه هو الشاب ده طوالي اسمك منين انت قلت لي تبوشة كده ادي المايك اديه للشاب ده هاي اديه له كيفك كيف اخبارك تمام الحمد لله امورك كيف الحمد لله
انت قلت لي مدير الاعمال بتاع الفرقه دي؟ لا لا اها ما جبال قلت كده انت؟ لا لا لا, لا هو قال لي انا كده بس عشان انت لك كم سنه بتعزف طبله؟ ثلاثة سنوات. طيب واشتغلت في حته تانية ولا بس مع الفرقه هنا؟ لا اشتغلت تاني مع فرقتين. اي شنو فرقه حق الدكتور الفاتح. ايوه تاني فرقه حق الفرقه الكبيره الشعبي. ولقيت نفسك انت في الغنى الشعبي ده مش كده؟ اي ومالك طيب انت مستعجل كده هسه اول ما الاغنيه انتهت قلت لهم يلا قوموا رحكم سهرنا بيك ولا شنو؟ طب وش عنك بالك طلبت منك شنو؟ طلبت منك شنو اول ما لقيتك؟ لا لا متذكر؟ لا لا متذكر يا تبوشة متذكر متذكر انت متذكر ما تعمل لي في عمام متذكر متذكر اول ما لقيتك قلت لك شنو؟ قلت لا قلت لك مصير ما يوريني هذا مجرم شكله هو شو التليجرام انا طلبت منه طبعا التيشيرتات اللي هم لابسينها هذه اللوك بتاعها عجبني شديد افريقية فحبيتها شديد وقمت قلت له يا تبوشة انا عايزة واحدة زي دي. طيب يا تبوشة ممكن تدينا وصلة سريعة كده بس نسمعك بالطبلة دي انت بتعمل بها شنو براك كده اللي يكون معك بتعيقة اوكي ما في مشكلة يلا كده بس خلينا نسمع حاجة منك انت سريعة كده عزف منفرد كده براكم كده يلا اشتغل اشتغل بيلي ايوه يلا يا تبوش يلا نسمعك السلام عليك يا تبوش انت ود فنان شكرا يا تبوش خالص والله قلت لهم يلا راح اكون طيب راح اكون مصر علينا دارش يا تبوش احنا سهرنا بيك ولا شنو ما عاجبك الاستديو بتاعنا ده ولا الحاصل شنو تبوش يلا قوم راح اكون تبوش لكم لحقه السحور. طيب شكرا لكم يا شباب نحن كنا مبسوطين بكم جدا فرقة أولاد الخال انتوا بتقدموا في فن راقي وفن جميل ونحن مفتقدين الأجيال الجديدة دي لسه تتشبع بالغنى الشعبي اللي انتوا غنيتوه لنا نحن لسه منتظرينكم ونوعدكم إن شاء الله انه انتوا يكون عندكم كمان إطلالة مميزة إن شاء الله على قناة سودانية 24 نسمع فيها غنى كثير غنى شعبي جميل انتوا بتأدوه بشكل رائع يعني. شكرا محمد المجتبى وشكرا للشباب كمان نديم تحية يا محمد أبو شكرا يلا شكرونا رحكم طيب طه وين سرحت يا طه انت؟ والله الغنى بتاعهم عجبني فسرحت معاهم سرحت مع الغنى حقهم؟ يا سلام عليك يا طه انت طيب يا طه أنا سألت عهد من أحلامه أنا عايز أسألك إيه أنت برضو من أحلامك؟ والله أنا حلمت أحلامي حاجات كثيرة يعني زي شنو يا توريني؟ والله أنا فاهمين قصير كده أكتر حاجة عجبتني هي القراءة يعني بعدين لما تكبر كده تبقى عمرك كم وأربعين كم وخمسين سنة بعد زمان وقت طويل نفسك يكون في شنو؟ نفسك في يعني حاجه كده تتحقق حلم انت نفسك تعمله غير موضوع الاعلام ده. موضوع الاعلام ده ما خلاص اتحسم أيوة. محمد ده نحن هنطلعه من البرنامج اصلا انا حتنازل في الايام الجايه يعني لكن قصدي يعني حاجه انت نفسك فيها نفسي فيها
هو أنا دار أتعلم حاجات كثيرة، فأنا سي بقرأ كتب قصيرة. فلما نكبر بتعود على الكتب الكبيرة، أنا من نفسي بتعود على الكتب الكبيرة. فمكتبتي برضو فيها كتب بتاعت أمي، وأمي برضو بتحب القراءة. فمرات بشيل كتب من كتب أمي، ما بقدر أقرأها كلها لأنها كبيرة، لكن بقرأ فقرات قصيرة كده يعني. جدو ما قاعد يديك كتب؟ بيديني عنده كتب لي. حلوة؟ أيوة. وذاته ما قاعد تشيل منه كتب؟ لا. طيب ما في منذر. مشكلة منذر كمان شنو أحلامك؟ الأحلام لسه لها حدود، وكل ما تتمنى القلوب، كل ما تتمناه قلوب حلم. أحلام وتك الأحلام لسه لها حدود. عندك أحلام كثيرة يعني. يا سلام عليك. طيب عهد، نحن شاكرين لك حضورك معنا، وبنحلم نحن انت بوصفك رئيسة برلمان الأطفال انك تتحلحل جزء كبير جدا من المشاكل اللي بيمروا بها الأطفال، وما تكونوا بس في جغرافيا السودان، انما حلحلة كل المشاكل اللي بيمروا بها الأطفال في مختلف انحاء العالم يعني. ان شاء الله. وعايز اطلب منك طلب يا عهد، لازم لما تكبري تفضلي مؤمنة بأفكارك، وتفضل الدافعي عن حقوق المرأة، نحن محتاجين لك. ما تنحصر الحاجة دي بس على الأطفال، حتى الأجيال القادمة والناس اللي هتبقى شباب في يوم من الأيام يكون عندهم زول زيك يقدر يوجههم ويقدر يدافع عن حقوقهم. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا عهد. عفوا. شكرا يا طه. شكرا. شكرا يا منذر. بيجدكم. شكرا ايضا لفرقه اولاد الخالي أشهر. نعم. انا والله يا محمد الليله كنت مبسوطه شديد حقيقي. عايزه بس اقول انه الحلقه دي هي بمثابه خلينا نقول نداء بتاع استيقاظ لكثير من الناس اللي بتفتكر انه شريحه الاطفال دي شريحه بسيطه وافكارهم بسيطه، بل بالعكس. احنا الليله انا ومحمد انا اكيده بانه طلعنا من بدروس كثيره من الشباب اللي قاعدين معانا، وعرفنا احلام الكبيره دي لناس صغار، لكن يمكن احلامهم زي ما قال منذر ليس لها حدود. صحيح، هي فعلا اعمارهم صغيره لكن يتسع لهم المستقبل. نعم. لاحلامهم الكبيره. شكرا على الحاجه اللي انتم اديتونا ليها الليله. شكرا يا طه، وانا اوعدك بالحاجه اللي شفتها عندك الليله، انت في يوم من الايام حتكون اعلامي رقم بالمناسبه. ايوه انا برضو استفدت منك حاجات كثيره. شكرا يا طه. انا الليله اللي استفدت منك اكثر يعني بالمناسبه. شكرا يا منذر. العفو. ونحن لسه بنطمح لافكار تعدلوا بها كثير من الحاجات اللي احنا شايفينها في مجتمعنا السوداني، سواء كان عبر السوشيال ميديا او عن طريق فاعليتكم في المجتمع وايضا اندماجكم في المبادرات. شكرا يا ممكن مساحه صغيره. مساحه صغيره شديد عشان المفرق لنا الزمن انتهى. عايز مش انه لكل الاطفال انه كل ما عندهم مواهب ما تتخزن ما تتكسر، حتى لو اثارهم كانت سلبيه حاولوا يصمدوا بقوه. يا سلام. شكرا يا عهد. شكرا. منتظرين منك كثير ان شاء الله. ودي رسالة لكل الأسر، خلوا بالكم من أطفالكم، خلوا بالكم من العقول الصغيرة والأحلام الكبيرة. نحن فتحنا أبواب الأستوديو لهذه العقول وهذه الأحلام، وحقيقة الليلة قدموا لنا درس غالي جدا. نترككم في أمان الله. إلى اللقاء.